السلام عليكم، هل الفشل ثقافة؟ وهل صحيح أن كل من يفشل هو إنسان غبي؟ أم أن الفشل هو فرصة لتصبح أكثر ذكاء؟ معكم درويش معوض وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة، وبحب أتشكر كثير كل الإخوة والأخوات اللي اشتركوا معي في القناة على سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب، والإخوة والأخوات اللي لسه ما اشتركوا معنا بالقناة ياريت تشتركوا معنا بالقناة ويفعلوا زر الجرس على أساس توصلهم الحلقات القادمة إن شاء الله. النجاح هو عكس الفشل. إذا كان النجاح مثلا بيعرفوه على أنه تحقيق الغايات والأمال والطموحات والرؤية والخطط والأهداف في الحياة، فالفشل هو الإخفاق في تحقيق رؤيتك في الحياة أو أهدافك أو خططك في الحياة طموحاتك في الحياة. والفشل قضية خطيرة جدا يا جماعة إذا إحنا فهمناها غلط. أما إذا إحنا فهمنا الفشل على إنه يعني الإنسان اللي بيفشل هو يعني بيصير أكثر ذكاء وإنه عنده خبرات أكثر بيقدر يستخدمها إنه يبدأ كمان مرة ويعني ينطلق للنجاح، فبيكون التعامل مع الفشل قضية سهلة جدا، ويعني الفشل ما بيؤدي إلى فشل آخر سواء بالحياة الزوجية أو في الدراسة أو الحياة الأسرية أو المجتمع. الفشل يعني أنا بحب أتكلم يعني للناس إنه يا جماعة الفشل شغلة عادية جدا، الكل بيفشل، ما فيش إنسان بهالحياة صار كبير من يعني بدون ما إنه يفشل. ما فيش واحد مثلا فتح تجارة وصار مثلا عنده تجارة كبيرة أو شركة كبيرة وبدون ما يفشل. قضية الفشل قضية طبيعية جدا، فالناس ما لازم تحبط لما تفشل. لكن اللي العماله بيصير انه الناس عمالها ما بتعرف كيف تتعامل مع الفشل. يعني القضية المهمة هون مش الفشل، القضية المهمة اللي احنا لازم ندير بالنا عليها ونفهمها مظبوط اللي هي المشكلة انه احنا كيف نتعامل مع الفشل. فبتلاقي مثلا عند الانسان لما يعني بيفشل فبيصير عنده بده يصير يقدم اعذار، فبدال ما انه احنا يصير يركز على انه ايش الاخطاء اللي هو قام فيها عشان اللي ادت الى فشله، هو ببطل يركز على قضية الاخطاء، بصير يركز على قضية كيف بده يقنع الناس انه انسان ذكي وانه انسان يعني سوى اللي عليه، لكن هذا اللي صار معاه وانه كل الناس عمالهم بيفشلوا، مش بس هو عماله بيفشل، هاي فلان فشل وهي فلان فشل، ويعني بصير بس بده يقدم اعذار وبينسى او هو ما بصيرش عنده الوقت الكافي انه يفكر في اخطائه اللي هو يعني لازم هو يستفيد منها على اساس انه يزيد خبراته ويكمل مشواره وما يقع كمان مرة بالفشل. قضية كمان المهمة في قضية المشكلة في مش في الفشل إنما في الفهم أو في فهم ثقافة الفشل اللي هو عدم الإصرار. فبتلاقي مجرد ما إنه الإنسان صار يعني عنده قضية فشل في حياته الدراسية أو الاجتماعية أو أي نوع من أنواع الفشل، فخلص بيتخلى عن طموحاته وبيتخلى عن أهدافه كلياتها وبيتخلى عن أماله وبتحطم، وإنه يعني خلص أنا يعني إنسان مش قادر إني أكمل وأنا فشلت. وبتلاقي إنه من هون يعني قضية ثقافة المجتمع كيف هو بيتعامل مع الفشل كمان قضية مهمة، لأنه في كتير من المجتمعات لما الإنسان بيفشل بيقولوا إنه هذا إنسان غبي، ويعني ببلشوا يعني زي يحطموا فيه بدل ما إنهم يساعدوه. في مجتمعات تانية لا، بيعتبروا إنه الفشل قضية عادية جدا، ويعني إنه فشلت ما أنت ما في مشكلة، بترجع تستفيد من خبراتك وبتبدأ كمان مرة. فقضية الإصرار يعني هي كيف إحنا نتعامل مع الفشل. مش لازم يصير في عنا يعني عدم إصرار إنه إحنا نكمل، يعني نتعلم من خبراتنا ونتعلم من الفشل اللي إحنا وقعنا فيه ونكمل طريقنا. فبتلاقي كمان إنه الفشل مش هو المشكلة إنما عدم التركيز هو المشكلة. بنبطل إحنا نركز على إيش يعني طموحاتنا في المستقبل، إيش رؤيتنا بالمستقبل، خلاص بنتحطم مرة واحدة وبيبطل في عنا يعني الرؤية الصحيحة أو الرؤية اللي إحنا كانت عنا إياها قبل الفشل، فبنشعر إنه خلاص يعني إحنا انتهينا. فلا، إحنا عنا بنركز لا على خططنا ولا على أهدافنا ولا على الرؤية تبعتنا، وبنترك كل حاجة وبنسيب وخلاص إحنا فشلنا، ويعني ما في أي حل للفشل تبعنا. بتلاقي مثلا أنه كمان أنه كيف إحنا نفهم ثقافة الفشل، بتلاقي أنه من النظرة الإيجابية. كل الناس طبعا بتكلم عن النظرة الإيجابية والطاقة الإيجابية وأنه إحنا لازم نكون إيجابيين في حياتنا،
وحقيقة إنه الإيجابية الدائمة شغلة غلط كتير، مثل هي قضية التشاؤم الدائم برضو قضية خطأ كتير. فبتلاقي إنه مثلا الناس لما بدهم يعني يبدوا بتجارة أو مثلا بدهم يبدوا مثلا بدراسة أو حياة زوجية، فبتلاقي إنه عندهم يعني عندهم نظرة إيجابية كبيرة جدا، وما ما بيكون عندهم يعني نظرة تفحصية للأمور اللي هم بدهم يقدموا عليها. فخلص هو بيصير عنده قضية الثقة بالناس، والناس بتقول له إنه يعني أنت طالما إنه عندك ثقة بنفسك إنه عندك أنت نظرة إيجابية للحياة، فأنت يعني ما رح تفشل، خلص أنت يعني توكل على الله وكل أمورك رح تكون تمام. فمن هذه الناحية كمان القضية مش قضية الفشل، القضية إنه إحنا لما بنفشل وما بنعرف ليش فشلنا وبنظلنا نكمل فشلنا لأنه ما بنفهم إنه قضية النظرة الإيجابية أو الطاقة الإيجابية اللي إحنا الناس اللي عمالة تحكي لنا عليها هي النظرة يعني الإيجابية الدائمة، إنه إحنا دائما نكون متفائلين، هذا من الغلط. فالناس بتفشل وبترجع كمان مرة عشان نظرتها الإيجابية الدائمة، بتفشل كمان مرة وبتفشل كمان مرة. ومن هون بيكون قضية الفشل مش هي القضية الرئيسية، القضية إنه كيف أنت تتعامل مع الفشل. نفس الشيء النظرة التشاؤمية كمان، بأنه الناس بيكون عندها نظرة تشاؤمية، إذا فشلت خلص يعني سودت الحياة بوجههم وبدهم مش يكملوا طريقهم وبدهم يتركوا كل حاجة لأنه بصير عندهم نظرة تشاؤمية. فالقضية هون مش قضية الفشل، لأنه الكل مثل ما حكينا بيفشل، القضية إنه كيف إحنا نتعامل مع الفشل بالنظرة التشاؤمية. الحقيقة إنه الشعوب العالم يعني أنا يعني تكلمت مع كثير من الناس بشعوب يعني من أكثر من شعب من شعوب العالم ومن أكثر من دولة، وجلسنا يعني في كثير من المؤتمرات اللي الأكاديمية ومن الندوات اللي كانت تتكلم عن قضية الفشل في الحياة، لأنه مثل ما قلنا إنه يعني قضية الفشل هذه قضية كتير مهمة وبيهتموا فيها كتير من الباحثين والدارسين إنه ليش بيصير الفشل، وإنه هل الموضوع إنه يعني أو هل المهم إنه الإنسان ما يقع بالفشل، وإنه أو إنه كيف يتعامل مع الفشل، وهل إنه الإنسان اللي بيقع بالفشل هو إنسان غبي ولا يعني إنه هذا إشي طبيعي جدا. فبتلاقي إنه مثلا في كتير مثلا من الشعوب لما بيصير عند الإنسان حالة فشل، فبتلاقي إنه كل المجتمع بيدور عليه وبيصير ضده وبيصير ينكت عليه ويقول له مثلا إنه أنت إنسان فاشل، وإحنا حكينا لك 100 مرة يا أخي إنه هاي الشغلة ما بتنفعكاش، وخلي أعطي الخبز لخباز ومشيك بيقولوا عنا في الأمثال. وبتلاقي مثلا في شعوب تانية لا أبدا، يعني بالفشل عنده قضية عادية جدا، بتفشل وبترجع كمان مرة وبتفشل وبترجع كمان مرة. ليه؟ لأنه بيعرفوا كيف يتعاملوا مع ثقافة الفشل. فعلشان هيك يعني أنا بحب أوجه رسالة لكل الإخوة والأخوات اللي بيسمعوني إنه إذا أنتوا لا سمح الله فشلتوا بحياتكم، هذه مش هي نهاية الموضوع، ممكن إنه أنتوا بس يعني ترجعوا كمان مرة وتوقفوا على أجريكم كمان مرة وتكملوا مشواركم كمان مرة. وصدقوني إنه في كتير من الناس اللي فشلوا بالحياة وأخذوا دروس وفهموا ليش هم فشلوا بالحياة واستفادوا من خبرات الفشل ورجعوا كمان مرة يعني حاولوا، وهدول الناس هم اللي بينطلقوا إلى النجاح وبيسووا إنجازات عظيمة، مش الناس اللي يعني دائما بيكون عندهم نجاحات أو نجاحات صغيرة وبيكون يعني خايفين من قضية الفشل. فهدول الناس يعني ما بيوصلوا لمراتب عالية من النجاح ومن الإنجازات. بس هذه يعني فكرة الحلقة هاي، أنا حبيت أني أتكلم ويعني أنبه أنه يعني الأخوة والأخوات اللي مثلا لا سمح الله صار في حياتهم بعض الفشل، سواء في الحياة الزوجية أو الدراسية أو الاجتماعية أو الأسرية، ما يوقفوا يقولوا خلاص أنه إحنا انتهينا ويدخلوا في مراحل إحباط وقلق وتوتر. لا بالعكس، الفشل هو مش فشل، خلينا إحنا نعتبر الفشل أنه هو زيادة خبرات، وإحنا إن شاء الله نستفيد من هذه الخبرات وننطلق في الحياة كمان مرة، وإحنا إن شاء الله قادرين على أنه إحنا نحقق إنجازات عظيمة ونجاحات عظيمة إلنا ولمجتمعاتنا. إن شاء الله أني أكون يعني وضحت فكرة الفشل في المجتمع، ومثل ما بقول دائما إن أنا قضيت وقت ممتع جدا في تسجيل هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكونوا أنتم كمان قضيتوا وقت ممتع في مشاهدتكم لهذه الحلقة والحلقات السابقة. وإذا أعجبتكم هذه الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واتركوا لي تعليقاتكم الأسفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.